طيب دكتور، احنا دلوقتي ماشيين على نظام غذائي جميل كويس كاتبه الدكتور، حلو. بس بنيجي كده بعد العصر كده والمعده بقى بتبدا تقرص كده، صحيح وجعانين مش قادرين بقى نسيطر على نفسنا، اي حاجه بقى بنلاقيها قدامنا بنلاقي كده لا ارادي بنمسكها ونروح حاطين في بقنا على صح. طول. صح. ازاي بقى نتغلب على المشكله دي وازاي امشي بقى في الدايت بتاعي صح ما بهدلهوش كده؟ تمام، خلي بالك يبقى ماشي كويس قوي زي ما بتقولي، ويجي بالليل بقى على الساعه 5 كده ولا حاجه يقول لك انا بطني مش قادره فعلا وعايز اكل اي حاجه، ويلجأ للسكريات اكتر. ايوه صح، هي الفكره ان هو بدأ غلط، بمعنى ان هو اكيد حرم نفسه من وجبه الفطار، لان المفروض الدايت الصحي اللي يتناسب مع كل حاله طبعا غير التاني بيبقى احنا بنفطر فطار ملوك، يعني يقول لك افطر فطار الملوك، يعني تفطر كويس جدا كهرم غذائي اللي هي النشويات بتاعتي اللي هي زائد البروتين زائد طبعا الالياف زائد شرب 3 لتر ميه على مدار اليوم، ده بيخليك ما تحسش بجوع اطلاقا. جميل. مع كمان ان انا اتناول ثمره فاكهه مسموحه زي برتقانه او تفاحيه من غير قشر، او اشرب عصير فاكهه فريش مثلا بعد كل وجبه بساعتين. حلو قوي. انت بتديش جسمك فرصه ان هو يفكر ان هو في الجوع، جعان مش قادر، لان انا اوريدي مديله حاجات الكالوري بتاعها قليل وفي نفس الوقت بيملى معدتنا، لان المعده عامله زي البالونه. صح. طول ما انت بتاكل كتير البالونه طبعا بتوصل، فاحنا محتاجين ان احنا نملاها الياف، بس طبعا ما نكترش منها، لان الحاجه لما بتزيد عن المعدل الطبيعي بتاعها بتجيب نتيجه عكسيه. تمام. لكن انا ممكن اكل برتقانه زي ما اتفقنا، تفاحه مقشره، ممكن كمان ان احنا نستعين بادويه ناجحه جدا تبدا تعلي معدل الحرق وتسد نفس على الاكل. يمكن طبعا كل حالات بيبقى ليها الدواء بتاعها، طبعا احنا عندنا الحمد لله بنستعين بكورسات متخصصه ان تبدا فعلا تسد النفس على الاكل، لان انا عارف ان مريض السمنه الوحش اللي جواه بيحب الاكل قوي وبيحب الكسل قوي، يعني هو عايز ياكل كتير ومش عايز يعمل مجهود ينتخ، فبالتالي الوزن بيزيد. ايوه. لا احنا بنديله حاجات فعلا الحمد لله امنه جدا، بتجيب نتائج حلوه، بتقفل النفس على الاكل تماما، بتخليك بس تقدر تاكل الاكل بتاعي اللي انا عايزك تاكل اكل عشان تعلي بالحرق. لكن حته ان انا اجوع بالليل لا، احنا الحمد لله بنقفلها عند الناس الشتاء طبعا. في الشتاء الموضوع وحش قوي يعني. ده حقيقه. فسد الشهيه من الحاجات المهمه جدا مع المشروبات يا فندم اللي بتسد نفس على الاكل برضه. يعني مثلا انا ممكن بعد كل اكله بساعه ممكن اشرب مثلا نعناع بقرفه بجنزبيل. ممكن مثلا اكل اشرب عصير اللي هو ثمره حاجه اسمها البابايا مع ثمره الاناناس في كوبايه حليب لايت. تمام. الكلام ده كله بيملى المعده. ممكن اكل موزه على عصير اللي هو على عصير الاناناس برضو مع كوبايه الحليب، كل ده في كوكتيل ممكن اشربه برضو في حاله الاحساس بالجوع. يعني دكتور انا مش محرومه من حاجه خالص. مفيش حرمان، احنا الحمد لله المنظومه بتاعتنا مبنيه على ان انت بتاكل في توقيتات معينه مع كورسات شد الشهيه وزياده معدل الحرق بيجيب نتيجه كويسه جدا.